إبراهيم محمد السمحان من مدينة هجين شرقي دير الزور يفتتح مشروعه الخاص المتمثل بفقاسات البيض، حيث استوحى فكرة مشروعه من حبه للطيور وتربيتها. بدأ مشروعه بهدف سد حاجته من البيض ولحوم الطيور، وأخذ يتوسع بمشروعه ليصبح مصدر دخل رئيسي له ولعائلته. طبعا أول فترة عانيت بصعوبة، يعني مشان الفقاسة، مشان لأنه ما في شلون، يعني ما في مقومات، مثلا الفقاسة بلا طاقة شمسية بلا كهرباء، ما في هالأمر هذا، يعني في صعوبة مو شوي. ظلت شوي من هنا من هنا لما دبرت الأمر وجبت فقاسة، طبعا فقاسة كانت صغيرة على لوحين طاقة وجهاز وبطاريتين، شوي شوي لبين ما دبرت معي وحصلت طاقة أكبر وجبت فقاسة أكبر زاد، والحمد لله الأمور جيدة، التفقيس جيد، وبنفس الوقت الطيور زاد، اشتريت طيور نادرة وغالية، يعني مو شوي، يعني الطيور زينة. يربي إبراهيم أنواعا مختلفة ونادرة من الطيور، منها الطاووس والمراعي والفرس، وأنواع الدجاج النادر كالسنفوري والفرنسي والقزم والإبراهيمي والكثير من الأنواع الأخرى. يواجه إبراهيم صعوبات عدة في مشروعه، تجاوز العديد منها وبقي بعضها يرمي ثقلا عليه، وأهمها عدم توفر الكهرباء لتشغيل الفقاسات وتأمين الإنارة المناسبة للصيصان الصغيرة في الحاضنات وتوفير العلاج واللقاح والأعلاف، إذ لا تتوفر جميع العلاجات واللقاحات اللازمة في المنطقة، فيتوجب عليه إحضارها من مناطق أخرى، ما يزيد عليه التكلفة. الصعوبات كثيرة يعني، بس يعني نداركها شوي شوي، يعني بمقدرتنا بقدرتنا الموجودة. يعني مثلا العلف، مثلا منطقتنا ما في علف الا نوصي على المكان بعيد، بدنا علف ثلاثة يجينا ومواصلات صعبة. البيض نفس الشيء، يعني البيض اللي بالفقاسة مو كله، مثلا في شيء من عندي من الدجاج وفي شيء وصاية من برا، صعب يعني هنا يتواجد، خاصة الأنواع الغالية والنادرة يعني ما تتواجد بهالسهولة، فصعوبة كثيرة نحصلها. والله نفس الوقت تجي على الطاقة الشمسية، ما في يعني أحيانا الاشتراك مع الطاقة الشمسية يشغل الفقاسة، يعني حملها مو شوي، مع بعد التحضين، بعد فقرة التفقيس تجي التحضين بده إنارة، بده يسحب كهرباء زيادة، يعني وخاصة الدنيا عندنا شتوية ما في شمس على طول طالعة، ففي صعوبة شوي. يعني أحيانا نضطر مثلا نستخدم مولدة، وزاد يزيد الغلاء شوي والسعر بالنسبة للبيض أو بالنسبة للدجاج. ينصح إبراهيم الشربان بالمجازفة وبدء مشاريعهم الخاصة والعمل بها، لأن ذلك السبيل الوحيد لتأمين مستقبلهم وإيجاد مصدر رزق خاص لهم.